طبعا النصر بشكل عام إذا ما رجعنا للمواسم الماضية وقارناه بالموسمين الماضيين، هناك تطوير في العمل الإداري أيضا في العمل الفني ومن خلال جلب أفضل المدربين، أيضا صف تدعيم النادي بصفقات محلية وأجنبية تعتبر جيدة ومميزة إذا ما قارنا النصر بذاته في مواسم سابقة. النصر تتويجه يعني أنا أشوف أنه شيء طبيعي، كان فريق متصدر طول الموسم، وهذا تأكيد لأن البطولة السابقة والعام الماضي ما كانت جاية سلطة للبعض الأطوال، لكن تجده هو فريق عندك الصفقات والنجوم وعندك أخطاء قوية. الأمير فيصل بن تركي كان يعني يستقطب لعيبة، الإدارة، المدرب غير رابع أو خامس جولة، يعني كان متواجد على طول معهم وكان معهم على دكة الاحتياط، كان يشجعهم يعني مستواهم مع أنه في إصابات بس عنده دكة الاحتياط تساعده أنه يعني يمشي في الدوري. فيصل بن تركي حريص على اللاعبين المحليين ودفع فلوس وما قصر مع النادي.